كل قرض القرض عليا خاطش اسس رابطه حقوق الانسان ومنظمات تاع ابناء الشهداء وداوني بالسجن وحكموا عليا 13 سنه وعددوني الى اخره. انا ما عرفش نعيش ولا نموت. نظام هذا النظام هذا بالذات ماشي ناس عبد اخرين كيقول لكم النظام مش اشخاص النظام. يعني انا اليوم واش راني نشوف المشوار تاعي طويل صح، بصح انا جيت على المبدا. انا الشيء اللي يهمني اليوم ماشي ولا نطلع ولا نوصل ولا ما نوصلش للسلطه. الشيء اللي يهمني اليوم اذا الافكار اللي راني ناضل من اجلها توصل للسلطه، هذا هو الشيء. ماهوش انا نروح كما راح الاب تاعي وكما راحوا جدودي، ولكن البلاد لازم نخليوها في يد امينه